اهلا بيكم مرة تانية في قناة مجرة كيبوب اللي هتقدروا من خلالها تعرفوا كل الاخبار الجديدة عن فرقة بلاك بينك. واخيرا النهاردة يوم 11 اكتوبر تم اصدار اغنية مانترا المنفردة الجيني من بلاك بينك بعد حوالي 8 عوام من اصدار اغنية سولو. ومانترا كانت اغنية كاملة باللغة الانجليزية، وكما هو متوقع كانت الاغنية في منتهى الروعة بدون ولا غلطة، بداية من صوت جيني الجميل وغناء الراب، وحتى الرقصات كانت مدهشة بمعنى الكلمة. كمان خليني اقول لكم ان جيني شاركت في تاليف اغنية مانترا، ده غير ان الاغنية من اخراج تانو موينو، وهي مخرجة مشهورة فازت بالجرايمي. ومن الحاجات الحلوة جدا اللي حبها الجمهور هو معاني كلمات اغنية مانترا اللي كان هدفها الاول النشر الايجابية بين الفتيات في العالم، والتأكيد على اهمية الثقة بالنفس. وخليني اقول لكم ان الجمهور الكوري والدولي كان شايف ان عيب اغنية مانترا الوحيد هو انها اغنية قصيرة جدا بتنتهي في اقل من 3 دقايق. ومعلش بقى للكارهين، لانه كان من الصعب جدا تلاقي اي عيب او خطأ في الانتاج والالحان والانفي، ده غير ان الانفي تم تصويره بالكامل في امريكا، وظهرت في جيني بخمس اطلالات مختلفة كلها فاخرة جدا، وفي كل مرة كانت بتغير فيها اطلالتها كان بيتغير معاها لون الشعر وكمان نوع السيارات الفاخرة، اللي وضحت قد ايه جيني صرفت تكلفة مالية عالية جدا على تصوير الام في. وبعد وقت قليل جدا حطمت اغنية مانترا المخططات المحلية والعالمية، فالاغنية اتخطت 1 مليون مشاهدة بعد ساعة من العرض، واحتلت المرتبة الاولى في قائمة الاكثر مبيعا في الصين، ده غير انها دخلت لمخطط مليون توب 100 في المرتبة رقم 41. ومن المفروض في الوقت الحالي تبدأ جيني الترويج لاغنية مانترا خارج كوريا في برنامج جيمي كامل في يوم 15 اكتوبر القادم يوم الثلاثاء اللي جاي. ودلوقتي هرالكم بعض من ردود افعال الجماهير الكورية على اغنية مانترا. الاغنية كانت مجنونة ومثيرة حقا، الاغنية جيدة ولكني اشعر انها قصيرة جدا، لما مدة الاغنية 2:17 فقط. الاغنية كانت جيدة حقا، لقد كانت الاغنية افضل مما كنت اتوقع، لقد تجاوزت توقعاتي حقا. وطبعا الاخبار الحلوة ما انتهتش هنا، فخليكم معايا عشان تعرفوا كل جديد.